هل انه نجاحك اليوم السينمائي والتلفزي هي خول لك وذي المأساة الكبيرة اللي نعيشوا فيها وعاشها نوري بوزيد وعاشها اسامي كبار بجينيراسيون انك تولي اسم كبير في السينما وفي العالم تمشي تاخذ جوائز وترجع لتونس من غدوه كي باش تعمل فيلم ولا باش تعمل مسلسل مسهله ولازمك تعاود تحارب من اول جديد؟ والله بالنسبه لي انا سي ديما صعيبه يعني الحكايه نعم في الافلام اللي بديت اوتو برودوي يعني حتى الفيلم هذا فيلم تمويل ذاتي مع زوز منجين اخرين عمر بن علي اللي هو معايا في دشره ومر هذه معايا هكا ديستريبيوشن زاد منتجه في الفيلم ماهيش حاجه سهله ماذا بيك يجيك عبد يقول لك ايش عندك سيناريو جو في تو برودوير ولا والوزارة. نحلم يعني مازلت نحلم باللوكس هذاك فهمت والوزاره الوزاره عمري ما مشيت لها الحقيقه ما قدمتش قدمت مرات فرطت الذهب مثلا السيناريو نتاعو تصب في ليدا ليكريتور في 2012 يعني الحكايه موجوده من 2012 ترفض لا خذيت عليا ليدا ليكريتور ومن بعديك رجعتها هي يمكن من القلائل اللي رجعت فما واحد ياخذ فلوس من الوزاره يرضعها يرجعهم رجعتهم اي والله رجعتهم علاش ما رجعتهم لاسباب وقتها ما كنتش نجم نكمل الفيلم ورجعتهم يمكن فما شكون يستحقهم اكثر مني بروبليم تكنيك مش موقف من الوزاره ومش موقف ما كنتش ماخذ موقف من الوزاره من الاول كنت داخل في السيركوي عادي وعندك اليوم موقف من الوزاره؟ عندي موقف من اي لجنه كانت راهو مش كان الوزاره الوزاره حق راهو باش تصب وتاخذ دعم وماهيش عامله مزيه على المخرجين الشبان راهو ولا حتى اللي مو شبان سمعني قسيت عليك على حكايه الموقف قبل ما تجي لهنا وجا في سيفك نوع من طلعت لك الكلبه بالكلب كما نقولوا وخرجت في الراديو وقلت ما خذيت موقف نحكيو فيه شويه ولا لا باش تحرج روحك كان نحكيو فيه من عرسكم باش تحرج تحب نحكيو فيه نحكي لا خلينا نحكيو فيه خلينا نحكي هو قلت موقف ما زلت شد فيه لتوا لكن تعرفني على جيت انا اليوم بحذاك عليه خاطر انت قلت لي سي لا برومو دو فيلم هاك عبد الحميد وكل دونك جيت بحذاك خاطر هذاك اش قلت قلت كون دونك انت باش تخلصنا كان طلبتو وي اما انتوما ما طلبتوش ما كنتش سكين ما وي اي وقيت راه وقيت باش تتنظم الامور يعني فهمتني تنجم انت تطلب اما كيما قلت لك سباس كوم سا في البلدان اللي تحترم الفنانين متقبل اللي فيها فلوس وفيها بيوب وفيها برشا حكايات وفيها احترام للفنانين وفيها اندستري دو تيلي واندستري دو سينما والتلفزه تنجم توفر التلفزه بيدها اللي تحكي عليهم 90% منهم ما ينجموش يخلصوا الناس اللي تخدم فيهم وتلفز لبرا تمول الافلام انا عندي برامج خدمت فيهم لتوا اللي خلصت انا اللي نستدعى حتى انا كيف ما خلصتش حتى انا كيفك يعني وراه في الماساه نتاع برشا فنانين يعني يا خويا نحن كفريق كارتاج بلوس وكاكتوس ولطفي العبدلي وصحابي وجيراني نشكروك اللي انت حضرت بالحق شرفنا حضرت من غير فلوس ونحن ما نحبوش ناخذوا من عندك فلوس نحن نحبوا ندعموا الفنان ونقوي الخدمه نتاعو ونقوي الخدمه السينما ولذا فريق برافو عبد الحميد وفريق البرنامج وكاكتوس نحبوا نهديو لك تانيت الجمهور هاي ميرسي اللي هو مستحق ميرسي بوكو فاتيك والله عايش بابا ميرسي بوكو ميرسي فاتيكا معناها عايش بابا ربي يخليك ميرسي بوكو صفق عليهم انا عاد انا ويكون يكون ليا بالحق شرف اني اليوم على خاطر هاو علاش عايش انا حتى انا كفنان اليوم انا كفنان كممثل كمنشط كاعلامي اونتر جيمي في حاجه الناس كيفك